السلام عليكم يا شباب. الجزء الثاني بعد كده معانا تكون الجزيئات. بعد نظرية دالتون ظهرت نظريات تانية وضعت فرضيات علمية مختلفة. اتحاد الذرات مع لحد ما قام عالم فرنسي بجمع كميات متساوية من غازات مختلفة قاس حجم الجزيئات الناتجة من تفاعلها، كانت بتبلغ ضعف الكميات الداخلة من كل غاز. والزيادة الغير مفسرة في كمية نواتج من التفاعل خلت العلماء يتوصلوا لاستنتاجات قلبت كل الموازين. الاكتشافات الكيميائية رأسا على عقب، بحيث انهم اثبتوا ان الذرات المختلفة القدرة على الاتحاد معا، عدة صور لتكوين ما يعرف بالجزيئات. ده اعتبر ثورة في علم الكيمياء، فتح الباب امام العديد من العلماء دراسة خواص الذرة وتفاعلاتها معا. بعد كده معانا تصنيع مادة اليوريا. في نفس القرن اللي اكتشف فيه الذرة خواصها المختلفة، كان هناك اعتقاد سائد لدى علماء الكيمياء والاحياء مع بعض ان المواد السامة الناتجة من الاجسام الحية تختلف في التركيب الكيميائي نظرا لاختلاف الكائنات الحية. في عام 1828 لاحظ احد العلماء تحول المواد السامة العضوية والغير عضوية بلورات بيضاء صغيرة الحجم بعد مرارها بعدة تفاعلات مختلفة. بعد تكرار التجارب على مواد غير عضوية تأكد من استنتاجه بأن تلك المواد المادة الرئيسية المكونة لبول الكائنات الحية، نجح في تصنيعها في المختبر، الأمر اللي يعد من أهم الاكتشافات الكيميائية. ليس لحاجة العالم لتصنيع مادة اليوريا، لكن لنجاح عالم كيميائي في تصنيع المادة دي مختبر لم يظن من قبل يمكن إنتاجها إلا عبر جسم الإنسان. تحولت بعد ذلك أنظار العلماء لإجراء تجارب كيميائية بهدف تكوين مواد أخرى أكثر أهمية لحياة الإنسان. خلصت حلقة النهاردة، انتظروا الجزء الثالث. الأحمر هو دمي والأسود هو هجمي والأبيض هو مزيج اختلاف ألوان آرائنا يا أمي. الأحمر هو دمي والأسود هو هجمي، نسمع على بك يعني ماتشك على عدوك مش على بدك.